टी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। नकीब साहब ने जिस मैदान की तरफ मुद्दा किया है, मैं इस मैदान से कोई मुनासिबत नहीं रखता, फिर भी अरबी में एक उनशुदा है जो दारुल उलूम देवबंद की अंजुमन अन्नादिल अरबी में पढ़ी जाती है, तो उन्हीं यादों को ताज़ा करने के लिए कुछ देर के लिए खड़ा किया गया है। आप हजरात बर्दाश्त फरमाएं। للعُلَى للعُلَى يا بني الجميع بالنهى والتقى والروى النافيع للعُلَى للعُلَى يا بني الجميع بالنهى والتقى والروى النافيع للعلا للعلا ستيروا في الدنا صفحة ناسية شمروا وانهزوا في خدى واسية ستيروا في الدنا صفحة ناسية شمروا وانهزوا واسيعا واستنيروا بنور السماء السماء من سنا شمسه الساطيعا واستظلوا بظل الهدى الهدى واسلكوا دربهم ناجيعا للعلا للعلا يا بني والتقى والروى النافيع للعلا للعلا إنه عزنا إنه مجدنا إنه عزنا إنه مجدنا يا بني الجميع يا بني الجميع يا بني للعلا للعلا يا بني الجميع بالنهى والتقى والروى النافيه والولا الولا يا رجال الغدي خالصا للإله سامي المقصد والفداء الفداء إن عدا معتدي للحما كلنا روح مستشهدي نقتفي منهج المصطفى مصطفى أي قرآننا القطيع إن أعدت لهم ما استطع ما استطع تم من القوة الرادعة للعلا للعلا يا بني الجميع بالنهى والتقى والروى النافيع للعلا للعلا قوة العلم في ظل إيمانكم قوة يا بني الجميع يا بني الجميع يا بني الجميع يا بني الجميع للعلا للعلا يا بني الجميع بالنهى والتقى والروى النافيع والبناء البناء يا شباب الهدى أنتم أمة في ضمير الزمان
السماء أنتم بسمة فوق كل الأمل أنتم شمعة في رياد الفتن أنتم نفحة من شجر أرضنا باقة ريعة للعلا للعلا يا بني الجميع بالنهى والتقى والروى النافعة للعلا للعلا جسد الله وما لنا يا بني الجميع يا بني الجميع يا بني الجميع يا بني الجميع للعلا للعلا يا بني الجميع بالنهى والتقى والروى النافية للعلا للعلا. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें.